احنا بقى في الكبسولة كنا متفقين مع حضراتكم ان ولاد الارهابية اخوان كاذبون، ليس لهم لا وطن، لان كلنا فاكرين ان هم اللي قالوا يحكمنا اي حد ان شاء الله يكون من ماليزيا، وطبعا ليس لهم ملة حقيقية لان هم خوارج هذا العصر بيروجوا للدين بتاعهم. طيب أرض الخلافة وزعيمهم المزعوم اللي بيجمعهم على أرضه وبيحول تركيا إنها تكون رأس مثلث، توجه التنظيم الجديد بيتخانق مع العاصمة البريطانية عشان يبقى هو نقطة ارتكاز ورأس مثلث. طيب الدليل على اللي احنا بنقوله، لان الكبسولة مش مكان للآراء ولا للاجتهاد ولا حتى للتحليل، الدليل على ده ان اجتماعات التنظيم الستة اجتماعات الكبار تم ادارتهم من الاراضي التركية. طيب ليه؟ المشهد ده بيقول حقيقة واحدة بس، ان الجماعة مستعدة يعني تؤجر تعمل أي حاجة للي بيدفع، لأن هي زي ما اتفقنا لا وطن لها ولا تؤمن بأي قيمة دينية حقيقية، لكن تؤمن بالانتهازية، بتجري ورا اللي يدفع والمصلحة أينما وجدت. يعني اللي كان بيدعي زمان وزي ما هتسمعوه معايا، اللهم لا تمتني مصريا، يا ترى ده وهو كان بيسعى ويبوس الايادي عشان يسيب جنسيته ويبقى مجنس، قالها كده ليه؟ اللهم لك الحمد. خلاص يعني دلوقتي انا مواطن تركي مصري، حصلت على الجنسيه التركيه، اتشرفت بالجنسيه التركيه، والجنسية التركية أنا بالنسبة لي الحمد لله يعني شيء كبير جدا، ويعني سبحان الله بعد ما بيحصل ده أنت بتحس بإحساس مختلف شوية. الأول أنت كنت بتسمع أخبار مثلا عن تركيا، لسه النهاردة مثلا على سبيل المثال قالي خبر كان على لسان رئيس أردوغان بأن تركيا زيرو قروض، زيرو ديون بالنسبة للبنك الدولي مثلا، أقوى جيش في الشرق الأوسط بالكامل، شوية حاجات كده بتخليك تحس بالفخر، الفخر اللي احنا بنحارب من سنين عشان نحسه كمواطنين مصريين. بصوا يا جماعة، أنا زمان يمكن في ناس ما فهمتش الدعوة دي، وسبحان الله يعني ربنا يستر، بس ايه يعني ما تستمرش كده. زمان دعيت لما الدنيا قفلت قوي ولقيت الناس مش راضيه تتحرك، بنعمل كل حاجه عشان تتحرك وتتحرر وهي عاجبها كده ومسلمه. ففي لحظه غضب دعيت دعوه، قلت يا رب لو هيفضلوا كده فاللهم لا تمتني مصريا. اللهم لا تمتني مصريا، تفتكر مصر أرض الحضارة تفرق معاها أنت؟ بس يا حرام هو حاسس كتير قوي، لأنه بيقدم نفسه على أنه شاعر. طيب يا سيدي فألف، إحنا عارفين ومتأكدين أنكم ما تعرفوش أصلا يعني إيه وطن، وبالتالي يميتك على ما يميتك عليه، وانتوا كمان ما تعرفوش يعني ايه وطنية لا تعترفوا بيها، وعارفين كمان انكم سواء المجموعة الاولى ولا المجموعة التانية يعني قيادات الارهاب الهربانة اللي سبقتكم علشان تحصل على الجنسية او غيركم، كلكم كده على بعضكم، لا تفرق معاكم كلمة وطن يعني الهوية دي مش عندكم ولا الوطنية.